كابتن ضياء السيد كابتن لعب في النادي الأهلي وكان يعني بسم الله ما شاء الله حقق في مسيرته الكروية في فترته في النادي الأهلي عدة بطولات. كان لاعب ممتاز وكان يعني احنا كنا فخورين فيه ونعتز فيه في الزمن اللي كان موجود فيه هو في النادي الأهلي. ده شخصية محترمة جدا وكان لعيب ذات خلق عالي، ولما كان لعيب كان يعني قدوة لبقية زمايله، وفي التدريب برضو مسك الشباب والناشئين وكان مع المنتخب، وراجل في قمة الاحترام وقمة الأخلاق العالية. كابتن ضياء السيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، شارك طبعا مع النادي الأهلي في بطولات كتير، عصر نجوم مختلف في النادي الأهلي، عصر كابتن خطيب طاهر أبو زيد، عصر علي عبد الصادق، حسام حسن، طبعا مرن في الخليج لفترة طويلة، طبعا مسك في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا على ما اعتقد، عمل فتره كويسه جدا مع المنتخب مع كروس. الكابتن ضياء السيد من الشخصيات المحترمه جدا الواحد بيعتز بيها، وكان بيلعب طبعا زي ما احنا كنا عارفين مع الجيل العمالقه للنادي الاهلي، وياما حقق بطولات النادي الاهلي، ومن الشخصيات المحترمه جوه الملعب وخارج الملعب، فبنعتز بيه جدا ان هو كان داخل جدار النادي الاهلي، وبنتمنى له دايما التوفيق ان شاء الله. الكابتن ضياء السيد ده من اللعيبه اللي هي لعيب خلوق جدا، وكان اللي عمره تقريبا ما احتك بحد نهائي، وكان مثال في الخلق والاداء، ونفتكره دايما، نفتكر كابتن مختار زيه بالظبط، واتمنى له كل توفيق، وان ربنا يعني يديه على قد ما هو عمل للنادي الاهلي.